ننتقل مباشرة لأهم الأخبار في الساحة الرياضية وأهم أخبار الرياضة، ونبدأ أولا بالدوري الممتاز والمريخ يستعد للشرطة القضارف. نعم، في المريخ بعد مباراة أهلي شندي البرنامج ضاغط في الدوري الممتاز، خاصة أن المريخ يعني ودع البطولة الأفريقية والعربية، بقى تركيزه منصب على المنافسات المحلية على مستوى الدوري الممتاز وكأس السودان، حتى انه حقق البطولتين دي لانه ودع مبكرا دوري ابطال افريقيا من الدور التمهيدي والبطوله العربيه من الدور الاول، التركيز بقى محلي. الفريق يمضي بنجاح في الدور الممتاز، حقق فوز صعب على اهلي شندي وهو كان متصدر الدوري، لكن الهلال امس بعد فوزه على مريخ الفاشر تصدر مؤقتا. المباراه مع الشرطه هتكون صعبه على اعتبار ان الشرطه موقفه ايضا يعني صعب جدا في الترتيب، فبالتالي دائما الشرطه بيلعب مع الهلال المريخ بقوه حتى في داخل ملاعبهم، بالتالي المريخ ايضا يسعى للفوز حتى انه ينتزع الصداره من الهلال. ما هو اليوم هيدي تدريبه الختامي للمباراه، ما في غيابات في صفوف المريخ، كل العناصر المكتمله امس ادى التدريب الاساسي، واليوم هيدي التدريب الختامي استعداد للمباراه، خاصه مباراه غام بملعبه في الخرطوم، يسعى للفوز حتى انه ينتزع الصداره ويرتب نفسه بشكل جيد لبقيه المباراه في الدوره الاولى. نعم، يمكن في 2 مباريات في الدوري الممتاز يعني نتكلم عنهم. نعم، اليوم مباراتين بالأبيض والفاشر، الهلال الفاشر حيستقبل الأهلي شندي في ملعب النقع عصرا. الهلال الفاشر مر بظروف صعبة بعد الحادث المشؤوم راح ضحيته المساعد المدرب واللاعب عادل كرومة، بدأ الفريق استعيد توازن وحقق انتصارين أهم، الفوز على حي العرب والسوزان من الفرق القوية وكان منافس على الصدارة، ارتفع الفريق بنقاطه إلى 15 نقطة الهلال الفاشر وسط الترتيب الآن في المركز ال11 في ترتيب الدور الممتاز، فبالتالي المباراة في أرضه وسط جمهوره يسعى للفوز رغم صعوبة المهمة، أنه أهلي شندي فريق قوي ومتمرس وأكثر خبرة من هلال الفاشر، فالمباراة توقع لها ندية ويسار بين الفريقين وصعب التكهن بنتيجتها على اعتبار أنه مستوى متقارب، وإن كان أهلي شندي هو الأفضل ولكن يعني المباريات يعني مسألة الأفضلية في مستوى اللاعبين دائما مهمة في الملعب. أيوة. المباراة الثانية هتكون في الأبيض بين هلال الأبيض والرابطة كوستي، الأبيض بعد خسارته من الهلال استعاد توازن وحقق فوز على الشرطة القضارف وارتقى للمركز السابع، ارتفع بنقاطه ل20 نقطة، حيواجه الرابطة، الرابطة المنتفض أيضا صحيح هو في مركز متأخر المركز ال11 في الترتيب برصيد 15 نقطة، ولكن الهلال يسعى لاستغلال عامل الارض والجمهور حتى انه يحقق الفوز ويمضي بنجاح في مقدمه الترتيب، معروف انه الأبيض في ال3 مواسم الاولى من صعوده كان منافس على المركز الاول والثاني والثالث وشارك الكونفدراليه ووصل فيها مراحل متقدمه، ولكن هذا العام تراجع الفريق كثيرا تراجع لوسط الترتيب و20 نقطه يمكن فرقه من فرق المؤخره كلها 5 نقاط، يعني فبالتالي يسعى لاستغلال كل المباريات التي تقام على ملعبه حتى يحقق فيها الفوز، ينهي الدوره الاولى في مركز جيد ويستعد بشكل جيد للدوره الثانيه، خاصه انه الانديه حتواجه بالتسجيلات بدايه يناير لتطعيم صفوفها وترتب اوراقها بشكل جيد للدوره الثانيه. جميل، ايضا من الاخبار يمكن يا عثمان التشي يتعافى تماما ويشارك بقوه في التدريب. نعم، تشي من العناصر المميزه جدا، يعني افضل لاعبي المريخ هذا الموسم وهو مفتاح كل انتصارات المريخ، لاعب مميز صغير في السن كبير في الموهبه، لاعب مهاري وكل الاهداف المريخ تطلع من قدمه حتى في المباريات الافريقيه والعربيه الموسم، منذ قدوم المريخ لاعب مميز جدا ويصنع الفارق دائما في المريخ، فبالتالي فقدوا الفريق في مباراه اهلي شندي كان متعرض للاصابه في مباراه الامن الاضبره، ولكن عاد وتعافى ويشارك وهو دائما ناحيه الجهاز الفني خيارات جيده في مباراه الشرطه القضارف، خاصه انه اللاعب من اللاعبين اللي علوم الجهاز الفني في المباريات وهم واحد من اللاعبين اللي لديهم حلول فرديه في حاله الضغط على المهاجمين ولاعبي الوسط، فبالتالي مشاركته مع المريخ في مباراه الشرطه القضارف تمنح الجهاز الفني خيار جيد وتمنح الفريق دفعه معنويه جيده قبل نزال الشرطه. نعم، ده برضه بياخذنا لان احنا نعرف ترتيب الشرطه القضارف في الدوري الممتاز تحديدا. الشرطة يمكن منذ صعوده حقق نتائج جيدة جدا جدا وكان في مراكز الوسط ولم يهبط، حتى الموسم الماضي وصل لمرحلة دور النخبة، يعني كان بيقدم في عروض جيدة ومستويات مميزة، ولكن هذا الموسم تراجع بشكل كبير، يعني رغم انه بدايته كانت قوية اول مباراتين حقق الانتصار في الدوري الممتاز، كان كل الفنيين توقعوا انه يعني يحصل على مراكز مقدمة وممكن يشارك في التمثيل الافريقي للعام القادم، ولكن فاجأ الجميع وخسر مباراة، خسر 8 مباريات في ترتيب الدوري، حقق الفوز مباراة واحدة ممكن تعادل في 4 وخسر 8 مباريات،
هي محصلة ضعيفة جدا مقارنة بمستوى الفريق في الثلاثة مواسم الماضي، فبالتالي شرطة تراجع. هو الآن في المركز القبل الأخير برصيد 10 نقاط، خسر الجولة الماضية من هلال الأبيض، وهو مرشح أيضا للخسارة أمام المريخ على اعتبار أن المريخ أفضل فنيا ويسعى لعدم التفريط في الصدارة، فبالتالي حتكون مهمة صعبة جدا فيما تبقى من المباريات. أتمنى أن القائمين أمر الفريق أنه يرتبوا أوراقهم ويجلسوا مع الجهاز الفني واللاعبين لمعرفة الخلل، حتى أن الفريق يرتب نفسه بشكل جيد للجولات القادمة، وإذا استمر بنفس المستوى يمكن يؤدي إلى هبوط هذا الموسم. في الدوري الممتاز الهلال يتصدر. نعم، الهلال امس فاز على المريخ الفاشل بثلاث اهداف في مباراه البروفه الاخيره قبل المغادره لتونس فجر غدا الاربعاء لمواجهه النجم الساحلي في الجوله الثالثه من دوري مجموعات الابطال افريقيا. صحيح الهلال لم يقدم مستوى المامول امس، الجماهير خرجت غير راضيه عن المستوى. المباراه الثانيه على التوالي مباراه الابيض كان الهلال المستوى ضعيف جدا على خط على مستوى خط الوسط والاطراف، يمكن في ثلاثه ولا اربعه لاعبين فقط قدموا مستوى جيد، والوضع غير مطمئن في الهلال صراحه، لانه المباراه الافريقيه تختلف كليا عن المباريات المحليه. الأداء كان ضعيف جدا، صحيح الفريق حقق الأهم هو ثلاثة نقاط وفاز بثلاثة أهداف رغم عدم غياب الجمهور تنفيذا للعقوبة الصادرة من الاتحاد من لجنة الانضباط على خلفية أحداث مباراة القمة، أن الفريق حيلعب ثلاث مباريات بدون جمهور ومع الغرامة 100,000 جنيه والالتزام بصيانة استاد الخرطوم. صحيح بدون جمهور ولكن فوز كبير، والفريق اعتلى الصدارة مؤقتا برصيد 32 نقطة، هو نفس رصيد المريخ، ولكن الهلال متفوق على المريخ بفارق الأهداف. المريخ مرشح لاستعادة الصدارة في مباراة الشرطة القذارف، ولكن مستوى الهلال غير مطمئن. نتمنى أنه الفترة قليلة جدا، المباراة تكون يوم السبت مع نجم الساحل القوي من أفضل فرق المجموعة الآن، تصدر بستة نقاط، فاز على الأهلي المصري وفاز على بلاتينيوم الزمبابي في زمبابي، هو أفضل فرق المجموعة حاليا. حتكون مهمة الهلال صعبة جدا، خاصة أنه خسر من الأهلي لديه ثلاث نقاط، هو ينافس على التأهل، يدهلوا فريقين من المجموعة الأول والثاني. الهلال مطالب بتحقيق الفوز في كل مبارياته في الخرطوم حتى يرتفع تسع نقاط ويعود بنقطة أو نقطتين من خارج الديار، حتى أنه تحصل على حصيلة جيدة 10 أو 11 نقطة، يتأهل أول أو ثاني المجموعة. ولكن مهمة صعبة، مباراة النجم صعبة. طيب نتمنى أن الجهاز الفني المهمة يعني صعبة، أنا معلش يعني المقاطعة، لكن في غياب يمكن النجم الساحلي يعني بيفقد هم لاعبين يعني قبل المباراة، مباراة مع الهلال، هل نقول دي نقطة قد تكون كرت مربح بالنسبة للهلال إذا الجهاز الفني استقل هذه النقطة بصورة جيدة يعني باعتبار أنه يعيد ترتيبه من جديد؟ صحيح، هو النجم الساحلي يفقد أهم لاعبين، هو المدافع الأول في الفريق صدام بن عزيزة، هو من أفضل المدافعين في صفوف الفريق، وبعوي عليه كثيرا في الخط الخلفي. أيضا أمس رشحة أنباء وطبيب الفريق أكد أنه الفنزويلي جونزاليس تعرض لإصابة، تم منحه راحة 10 أيام، وبالتالي حيغيب مع مباراة الهلال. صدام بن عزيزة وجونزاليس حيغيبوا، وجونزاليس من المهاجمين المميزين جدا في الفريق اللي بيعتمد عليهم في كل المباريات، ولكن الأندية الكبيرة ليست مثل الأندية السودانية لا تعتمد على لاعب أو لاعبين، يعني دائما كل اللاعبين المسجلين في الكشف مميزين حتى البدلاء، فبالتالي النجم الساحلي فريق كبير يعني لا يعتمد على لاعب او لاعبين او خمسه حتى. يعني ده معنى انه بالعكس يعني يجتهدوا تماما في انهم يحاولوا يحرزوا نقاط. اكيد يعني مستوى النجم الساحلي متطور جدا في كل الخطوط، ويملك كل افضل اللاعبين في كل الخطوط، فبالتالي غياب لاعب او لاعبين او حتى خمسه لاعبين لا يؤثر على تشكيله الفريق. الهلال عليه ان لا يركن لهذه النقطه، عليه ان يعيد ترتيب الاوراق رغم صعوبه المهمه، يعني يمكن خمسه او سته يوم من قبل المباراه، والمدرب جديد حماده صدقي يعني هو محتاج لوقت يعني مباراتين ما كافيات للتعرف على قدرات اللاعبين، رغم انه هو صحيح مدرب عربي حاجز اللغه والمنطقه كلها واحده والطقس وتفاصيل كثيره التشابه بين البلدين، ولكن معرفه قدرات اللاعبين ومين اللاعب المميز في الوظيفه المحدده محتاجه لوقت. نتمنى انه الحظوظ تسعفه في مباراه النجم الساحلي يعود بنتيجه ايجابيه رغم صعوبه المهمه. يمكن الهلال هو قسى على المريخ الفاشل في غياب الجماهير، نرجع ثاني للدوري، يعني كان في قسوه على المريخ الفاشل في غياب الجماهير من الهلال. صحيح، وما ما في كان اي شخص من او من الوسط الرياضي يعني توقع الخساره دي باعتبار المريخ الفاشل من افضل الفرق في الدوري الممتاز، وكل الجميع يعني تابع مباراه الابيض يعني توقع انه الهلال يخسر المباراه او يتعادل، اعتبر انه المريخ الفاشل فريق قوي، علاوه على انه محسن سيد مدرب الفريق عارف كل صغيره وكبيره على الهلال، وهو تحدث قبل المباراه عن انه هيفاجئ الهلال وهيقدم له خدمه فنيه كبيره قبل مباراه النجم الساحلي، ولكن يعني في غياب الجماهير كان المريخ الفاشل حمل وديع وخسر بثلاث اهداف، كانت الغله ترتفع لاكثر رغم انه الهلال كان يعني مستواه متواضع جدا في المباراه، لم يكن مستوى يعني المريخ الفاشل فاجئ الجميع بمستوى ضعيف، يعني بدليل انه الهلال فاز بثلاث اهداف رغم البطء في الاداء والحركه واداء الهلال حتى باعتراف
الجهاز الفني لم يكن جيدا في المباراه، بدل انه حماده صدقي المدير الفني هرب من الصحفيين قبل نهايه المباراه ودخل غرفه تبديل الملابس ولم يعد حتى يتحدث عن مستوى الفريق في المباراه. فالمريخ الفاشر لم يقدم مستوى رغم انه هو من فرق المتنافسه على الصداره في المركز الخامس برصيد 24 نقطه، قدم عروض جيده ولكن لم يعني يبدو انه اللاعبين تخوفوا من اسم الهلال الكبير ولم يقدموا المستوى المأمول، والهلال حقق فوز بثلاث اهداف رغم انه مستوى صحيح يعني. يمكن ايضا استاذ بديل للبرنس وتغيير في دائره الكره بالهلال. نعم رغم انه الخبر يعني ورد في فضائيه النادي ولكن تم نفيه. غير أيوة صحيح. ايوه الخبر غير صحيح، فضائيه النادي اكدت انه في تغييرات على مستوى القطاع الرياضي والجهاز الفني، خاصه انه حمد الصدقي قبل استغاله هيثم مصطفى هو يعني اكد انه هيثم لاعب مميز ولاعب كبير وممكن يحقق تجربة جيدة في التدريب، وطالب بإبقائه في الجهاز الفني مساعد له، مساعد وطني غير المساعد أحمد عباس اللي أتى معه من القاهرة، ولكن بعد استقالة هيثم المجلس الإداري أكد أنه حيجتمع حيكون هناك تغييرات في القطاع الرياضي وتعيين مساعد وطني للجهاز الفني، ولكن أمس فضائية النادي أكدت أنه في تغييرات في السادة حيكون بديل للبرنس والعقاد عبد الغني رئيس للقطاع الرياضي، وتم نفي الخبر من مجلس الإدارة الذي أكد أنه ما لم يعني يصدر أي قرار في تغيير في القطاع الرياضي او الجهاز الفني. نعم. من الاخبار ايضا هيثم مصطفى مدربا للفلاح. نعم الفلاح اكبر من الفرق المتطوره، هو صعد هذا الموسم للدوري الممتاز وحقق نتائج جيده يعني من الاسبوع الاول حتى الخامس حقق انتصارات وكان منافس على الصداره، ولكن تراجع بعد ذلك كثيرا وخسر مباريات عديده، وبالتالي المجلس الاداري راى ان الجهاز الفني تسبب في الوضع الراهن في الفريق واستعان بالمدرب هيثم مصطفى. هيثم كان عنده تجارب كانت ضعيفه مع الاهلي الخرطوم، كاد ان يهبط بالفريق للدوري الممتاز، لم يحقق نتائج جيده، وتجربته كانت جيده مع الامل عطبره يمكن حقق انتصارات عديده وصعد بالفريق ترتيب لاعلى مستوى في الترتيب، ولكن بعد ذاك الخلافات مع مجلس الاداره قدم استقالته. الفلاح يضم عناصر جيده وشابه، هيثم لديه خبره كبيره في الملاعب والتدريب، يمكن تجاربه مع الاهلي والامل والهلال يمكن تكسبه خبرات اكثر. نتمنى انه هيثم معروف انه يعني بميل للخلافات، نتمنى انه يعني هدي اللعب وينصرف لاداء عمله في التدريب وحتى انه يحقق نجاح مع الامل مع الفلاح عطبره في الفتره القادمه ويقود الفريق ل يعني عدم الهبوط للدور الممتاز وبقاؤه نعم في الدور الممتاز. ايضا من الاخبار هلال كادوبلي يطلب استعاره اسكندر صموئيل. نعم هلال كادوغلي امس دفع بخطاب رسمي لنادي الهلال لاعاره اللاعب الاسكندر من اللاعبين المميزين جدا، حقق مستوى قدم مستوى مميز مع فريق القمارب في الدوريه الاولى وكان هداف الدوري، وده جعل كل الاعين الكشافين والمدربين تتجه نحوه، ممكن ظفر بالهلال في النهايه، ولكن الهلال لم يمنحه الفرصه الكافيه حتى انه يفجر قدراته ومهاراته. معروف انه الانديه الهلال والمريخ يعني دائما اللاعبين الشباب يعني تسعى للتعاقد معهم وفي نهاية المطاف تدفع باللاعبين الجاهزين، وكثير من اللعيبه المميزين صغار في السن وكبار في الموهبه لم يجدوا فرصه في الهلال المريخ على اعتبار انه الاجهزه الفنيه دائما بتركنهم وفي النهايه مستواهم يعني لو بتستفيد منهم فنيا وفي نفس الوقت تكون قتلت موهبه اللاعب، فبالتالي انا الراي الاصوب انه حسب رؤيتي الجهاز الفني الهلال ومجلس الاداره يوافق على طاقه صراحة اللاعب حتى يخوض تجربه هلال كادوغلي ويقوى عوده ويشارك باستمرار حتى يعود اكثر قوه سواء كان الهلال او المريخ او اي فريق ثاني وحتى يستفيد من المنتخب القومي، اللاعب مميز جدا يعني. اتمنى انه مجلس الهلال يطلق سراحه حتى انه يستفيد منه مستقبلا، في النهايه وجوده يعني في لعيبه كتار جدا موفق واسكندر وفي عدد من اللاعبين الشباب لم يمنحوهم الفرصه الكافيه رغم انهم موهبتهم اجمع الكل على مستوى مميز، ولكن الجهاز الفني بيعتمد على اللاعبين الاساسيين او كبار السن او لاعبه الخبره. جميل. محمود جبار الساده مدربا عاما لنادي الهلال. ونفس الخبر اللي تم نفي صحيح. طيب ماذا عن اجتماع الاتحاد العام لكره القدم؟ الاتحاد امس اجتمع واجاز ميزانيه العام 2019 وارجع بعد اجنده الاجتماع لاجتماع اليوم، يمكن الاجتماع امس اخذ فتره طويله في النقاش، اليوم سيتم مناقشه الميزانيه التقديريه للعام 2020 بجانب مناقشه برامج التطوير وملفات البث التلفزيوني والرعايه ومشاركات المنتخبات الوطنيه وتعيين الاجهزه الفنيه للاتحاد العام يدرس في عدد من السيره الذاتيه. رئيس الاتحاد كما شدد اكد انه يعني كل المنتخبات الوطنيه لاول مره في السودان حيتم التعاقد مع مدربين اجانب، يمكن جلسه وفد الاتحاد العام مع رئيس مجلس السياده عبد الفتاح البرهان اكد انه البرهان يعني تكفل مجلس السياده بصيانه كل ملاعب الخرطوم وعدد من ملاعب الولايات وتكفل برواتب المدربين الاجانب، فبالتالي الاتحاد
يعني وجد يمكن ميزانيه مقدره لي وضوء اخضر للتعاقد مع مدربين. هو يدرس حاليا في عدد من السير الذاتيه، هي خطوه جيده على اعتبار انه المنتخبات تحتاج لمدربين اجانب، لكن نتمنى انه يعني لا يتم التعاقد مع مدربين يعني على غرار المدرب الكرواتي يعني زابراتكو اللي كان مع المنتخب الاول لم يقدم المستوى المأمول. نتمنى انه يكون في مدربين في سيرتهم الذاتيه جيده وصغار في السن ولديهم تجارب وخبرات وحققوا نجاحات مع منتخبات طالما في ميزانيه، بالتالي تكون قدر التحدي. يعني لازم يكون في مدربين مميزين، يعني اي مدرب سيرته الذاتيه ضعيفه او هو ضعيف لن يقدم كثير للمنتخبات، خاصه منتخبات زي المنتخب الناشئين والشباب والاولمبي فيهم لاعبين صغار في السن يحتاجين لمدربين حتى يفجروا قدراتهم. فاتمنى انه الاتحاد يختار الاكفاء من السيره الذاتيه الكثيره لانه يختار افضل المدربين، لانه في النهايه القروش موجوده، يعني الدوله متكفله برواتب الاجهزه الفنيه. يعني احنا نتوقع انه 2020 تغيير جذري وكبير جدا في الكره السودانيه او في الساحه الرياضيه عموما. يعني والله نحن بعيدين جدا، يعني محتاجين لوقت. نحن يعني عشان نلحق برتبه الدول المتقدمه كرويا يعني نعتمد على المدارس السنيه ومدارس البراعم والناشئين. هم اللاعب الجاهز تجربته في السودان ما حققت اي نجاح، كل الدول التي نهضت من خلفنا وحققت نجاحات وصلت لكبرى البطولات حققت الانجازات هي اعتمدت على البراعم والمدارس السنيه. اللاعب صغير منذ صغره يعني يكون في مدارس سنيه ويتم استجلاب مدربين اجانب ويصبروا عليهم ويمنحوهم فرصه يعني كافيه. هم مظلومين ما لاقين فرص هنا في السودان. صحيح، يعني التطور في على مستوى العالم بيعتمد على المدارس السنيه، ونحن دي جانب مهمل جدا على مستوى الاتحادات والانديه. طيب هو لا يكلف كثير. يعني الان الحكومه والدوله تبنت يعني رعايه مفهوم الكره وتطوير الملاعب وغيرها. هل تتوقعين فعليا يكون في تغيير بعد هذه التصريحات من السيد الرئيس؟ هو يعني حال ان الاتحاد العام اتجه ل يعني الزم الانديه، اصدر قرار في انه اي نادي في السودان يكون لديه مدرسه خاصه بالبرامج الناشئين. هي ليست مكلفه مقارنه بما يصرفه انديه الهلال والمريخ وبقيه الانديه في اللاعبين، يعني تكون مدرسه سنيه يمكن اللاعبين الصغار في السن يتبنوه من المدارس، يكون في كشافين لاختيار افضل اللاعبين في الدورات المدرسيه والدورات الاحياء والروابط. يعني السودان دوله كبيره وفي لاعبين مميزين جدا جدا. نعم. ياخذوا بيدهم وتم منحهم الفرص ويوفر لهم ميزانيات واستجلاب مدربين اجانب وعقد معسكرات خارجيه وتكون في تطوير، وكده ممكن ننهض ونلحق، لكن الاعتماد على اللاعب الجاهز لن يقدم. نتمنى ان يكون في تغيير في 2020. ايضا من الاخبار، قلوب الصنوبر الغاني يطلب $100,000 لاطلاق صلاح جوزيف للهلال. نعم، الهلال بدا مفاوضات من فتره مع اللاعب والنادي قلوب الصنوبر الغاني. اللاعب جوزيف ايسو لاعب مميز جدا ويعني حقق نجاحات وسجل اهداف عديده، هو بالتاكيد اذا قدم للهلال هو مكسب كبير يعني، ولكن المبلغ طلب الفريق مبلغ ضخم وكبير على مجلس اداره نادي الهلال، واعتبر انه انديه القمه دائما بدات يعني تستعين بمن خف وزنه ماليا في السنوات الاخيره، خلاف من العام 2007 حتى 2011 في وجود جمال والي صفحات ريس كانت تعاقدات كبيره ولاعبين صنعوا الفارق على مستوى الهلال المريخ واهلي شندي وخلافه. ولكن الهلال هو الصوره بقت واضحه، مجلس اداره قلوب الصنوبر اكد لن يطلق صلاح اللاعب اقل من هذا المبلغ. انا مجلس الهلال اذا كان يملك الامكانيه انه يكمل التفاوض ويعني يبدا التفاوض الرسمي ويوافق على المقترح انه اللاعب يعود الخرطوم ويقطع الكشف الطبي ومن ثم يتم التعاقد معه بشكل رسمي. اذا رغبنا في تحقيق نجاحات واستخدام لاعبين يصنعوا الفارق، اللاعبين الكبار واللاعبين المميزين يطلبون مبالغ ماليه كبيره. صحيح. ويصنعون الفارق كثير جدا حتى برايك يعني انه جوزيف هيصنع الفارق فعليا في الهلال؟ هو لاعب مميز جدا معروف، ولكن في ظروف كثيره في لاعبين مميزين جول الهلال المريخ وارجو ايوه في ظروف تختلف ثاني، ظروف الطقس، الانسجام، اللغه، في عد المدارس التدريبيه تعدد ايضا تختلف الظروف. في لاعبين حققوا نجاح كبير وفي لاعبين فشلوا رغم تميزهم الفني الواضح المعروف يعني كل شاهدوا متابعهم طوال مسيرتهم الكرويه، ولكن الظروف تختلف اسباب النجاح من نادي الاخر. اذا كان الهلال يملك هذا المبلغ $100,000 برايك، يعني انا اخذك في مطب شويه، برايك انه الافضل انه يتم بيع يعني اطلاق صلاح جوزيف ام يعني يستفيد منه لفريق الهلال افضل؟ يعني هو ملف اللاعبين الاجانب اكد ان المدرب المصري حماده صدقي انه هو لن يسمح بالتعاقد مع اي لاعب لم يتابعه وشاهدوا على مستوى الميدان،
يعني اي لاعب يرشح مجلس الاداره وهو لم يشهد ولن يسمح بالتعاقد معه، هو لاعب مدرب معروف شخصيته قويه جدا وحصل دخل في خلافات مع فريق من قبل فريق الجون المصري يرفض التدخل الشأني. ونحن جرت العاده انه في انديتنا دائما الادارات تحشر انفها دائما في ملف الاحلال بداله، هو ملف فني بحت، وافترض انه مجلس الاداره يمنح المدرب والجهاز الفني صلاحيات كامله لاختيار اللاعبين القادمين للكشف والمغادرين بتقرير فني واضح من خلال متابعه ورصد لمسيرتهم، هو دي الطريقه العلميه والصحيحه اللي تتبعها كل الانديه على مستوى العالم، ولكن دائما الادارات تتدخل في التسجيلات وهو ده اللي بيؤدي لفشلها على مستوى اللاعبين الوطنيين المحليين والاجانب. يعني انت ما ردت ليس المبلغ ده الافضل انه يكون للهلال ولا يتم بيه اطلاق سراح لاعب؟ الإضافة هو اللاعب لو بصنع الفارق لاعب كبير وممكن يصنع الفارق ويحقق نجاح ويستفيد من اللاعب السوداني، حتى تجربة الاحتراف دي اللاعب السوداني ممكن يستفيد من اللاعبين الأجانب إذا كان الأمر كذلك والمدرب وافق عليه، فالصفقة ناجحة بكل المقاييس. يعني الأمر مبني على دراسة معينة. نعم، الجهاز الفني أكد أنه لا يسمح بالتدخل، هو اللي حيحدد مين اللاعب المقادر واللاعب القادم للكشف، وهي دي طريقه صحيحه عمليه. اتمنى انه مجلس الاداره يمنح المدرب كافه الصلاحيات ولا يتدخل في الشان الفني حتى، لانه هو عنده رؤيه مختلفه. نعم، عليه مجلس الاداره ان يوفر المعينات الخاصه بتطوير الفريق من معسكرات وميزانيه وهكذا، ويترك الشان الفني لاصحابه. احنا شاكرين كثير جدا عثمان الاصباط المحلل الرياضي على هذه المساحه التحليليه لاهم الاخبار الرياضيه لليوم، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، شكرا لمشاهدي الشروق. نعم، شكرا ايضا لكل مشاهدينا في كل مكان بالرياضه. دائما ما نختتم مشوارنا الصباحي من صباح الشروق، شكرا فريق العمل، وحتى جديد اللقاء، اقعد عافيه، في امان الله، مع السلامه.